أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نستهل نشرتنا الإخبارية من الدار البيضاء. سوق الجملة بالتحديد الذي اندلع به حريق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم واحتاج إمكانيات كبيرة للسيطرة عليه. لحسن الحظ لا ضحايا، لكنه تسبب في خسائر مادية كبيرة كما سنتابع في هذا الروبورتاج لعبد الفتاح مؤمن. 12 شاحنة، خمس منها من الحجم الكبير، وآلاف الصناديق البلاستيكية، وعشرات آلاف الأطنان من الطماطم. حجم الخسائر الأولي للحريق المهوي الذي عرفه رواق ما يعرف بسوق أكادير المختص في بيع الطماطم بالجملة. الشاحنة بقى جديدة على عامين وشهر، وراه بقى فيها شحال ديال الكريدي، وبعد جينا سنا العافية دارت بها شديت فيها صافي نبقى ما نقولوا حنا. 8000 ديال الخاوي، ثمن 40 درهم الخاوي، جينا لقينا الارض. في حدود الساعة الثالثة صباحا تم إخماد الحريق الذي امتد حسب إدارة السوق لحوالي ساعتين، كانت كافيتين لإلحاق خسائر فادحة بالتجار في غياب تأمين على مثل هذه الأحداث التي عرف مثلها السوق عدة مرات. كشركة تنمية الدار البيضاء الخدمات راه هي اللي خاصها دير التأمين ديالها، بحكم أن هي شركة وقائمة سداد، راه هي اللي خاصها تسهر على التأمين ديال التجار وتوفر جميع الشروط الصحية وشروط السلامة. كنتأسفوا للخسائر اللي وقعت للتجار طماطم خصوصا، وبالنسبة للسوق اتخذنا الإجراءات اللازمة باش يكون التزويد ديالو عادي والأمور عادية لحد الساعة. الشرطة العلمية فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الحريق، أولا لتحديد الأسباب والثانية لترتيب الجزاءات. وكما أشرنا في البداية، من المتوقع أن يتم التصويت داخل البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان المغربي. الاتفاق كان محط سبع جولات من المفاوضات، وتم قبل قليل المصادقة عليه من قبل اللجنة الخارجية داخل البرلمان الأوروبي. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من ستراسبورغ مبعوث القناة جاد أبردان. أهلا بك جاد. إذا جاد، بين الفينة والأخرى يعني يتوقع أن يصوت يتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي في صيغته الجديدة. هو اتفاق يعني يمكن أن نقول إنه يعزز أكثر الشراكة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أليس كذلك؟ بالفعل بشرى، هو كذلك، وبعد قليل سوف يصوت البرلمان الأوروبي على مشروع الاتفاق إن صح التعبير المعدل، اتفاق الأورو متوسطي الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في جلسة عامة. سيبدأ كل شيء عندما ستقوم المقررة الأوروبية ماريا تشاك بوضع مشروع الاتفاق المعدل أمام البرلمانيين 751 نائبا من أجل التصويت. ويتعلق الأمر بتعديل للبروتوكول الأول والبروتوكول الرابع من الاتفاق الفلاحي بشكل ستستفيد منه جميع المنتوجات القادمة من المغرب، من امتيازات جمركية من رأس بارتل شمالا إلى الرأس الأبيض جنوبا. هو اتفاق متوسط المدى ساري المفعول حاليا، يمتد لأربع سنوات، وقبل كل شيء يعكس طبيعة شراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هذا الاتفاق الفلاحي بشرى بالتصويت عليه سيكون قد قطع جميع المراحل والأشواط والقرارات والمسطرية، وبذلك سيكون ساري المفعول، وسيعكس أيضا إرادة التيارات السياسية المشكلة للبرلمان الأوروبي، وهي في مجملها تيارات سياسية داعمة لتجديد وترسيخ وتأكيد الثقة بين المغرب كشريك أساسي وبين دول الاتحاد الأوروبي. إذا جاد أبردان من ستراسبورغ، شكرا جزيلا لك. تحدي جديد تواجهه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، فاحتمال سحب الثقة من حكومتها وارد، إذ من المقرر أن يصوت مجلس العموم مساء اليوم على مقترح حجب الثقة الذي قدمه زعيم حزب العمال جيرمي كوربن. مقترح يأتي في وقت تحاول فيه ماي الوصول إلى تسوية تنال تأييد البرلمان بشأن البريكزيت. تقرير زهراء تحل.
استغرقها نحو عامين للتوصل إليه، فأوصلها في نهاية المطاف إلى أكبر الهزائم التي تلحق برئيس حكومة في بريطانيا منذ عشرينيات القرن الماضي. اتفاق البريكسيت الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد رفض بغالبية ساحقة داخل مجلس العموم. المصوتون بنعم 200 ونائبان، والمصوتون بلا 432. من الواضح بأن مجلس العموم لا يؤيد الاتفاق، لكن تصويت الليلة لا يوضح ولا يحدد ما يؤيده ولا يوضح شيئا عن الكيفية التي سيحترم بها القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني خلال الاستفتاء. خطوة ماي المقبلة مباحثات تجريها مع النواب للتوصل إلى أفكار قابلة للتفاوض يمكن بحثها بعد ذلك مع الاتحاد الأوروبي، وتأمل من خلالها رئيسة الوزراء الخروج من المأزق وتجاوز مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة بعيد التصويت. ماي لا تهتم سوى بمستقبلها وبمصلحة الحزب المحافظ. أنا جد سعيدة، هذه خطوة أولى، هناك حاجة لتصويت من الشعب، وهناك حاجة للاختيار بين البقاء في الاتحاد وبين اتفاق ماي. إسقاط مجلس العموم لاتفاق البريكسيت يرى فيه الاتحاد الأوروبي زيادة من مخاطر خروج عشوائي لبريطانيا من التكتل. كبير المفاوضين الأوروبيين أكد أن الاتفاق كان أفضل تسوية يمكن تقديمها، وعلى بريطانيا الآن توضيح ما ستكون عليه المرحلة المقبلة. أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم القضاء على العناصر الذين نفذوا هجوما ضد مجمع فندقي ليلة أمس بنيروبي، وذلك بعد حصار قوات الأمن لهم لنحو 20 ساعة. هذا وكان قد تسبب هذا الهجوم الذي تبنته الحركة الصومالية المتطرفة في مقتل 14 شخصا وإجلاء أكثر من 700 آخرين من المجمع الفندقي. ويعد هذا الهجوم الأول في نيروبي منذ الهجوم المسلح على مركز ويست جيت التجاري العام 2013، والذي أسقط أكثر من 60 قتيلا. إلى الجابون، حيث أدت أمس حكومة الوزير الأول جوليان بيكالي اليمين أمام الرئيس الجابوني علي بونغو أونديبا، وذلك تفعيلا للمادة 15 من الدستور الجابوني التي تنص على أن يؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام الرئيس بحضور قضاة المحكمة الدستورية. يذكر أن الحكومة الجديدة تتكون من 38 وزيرا، منهم الجدد ومنهم وزراء من الحكومة السابقة الذين حافظ بعضهم على حقائبهم. في تطورات ملف نظام الفوترة الإلكترونية والجدال الذي خلقه بين الحكومة والتجار، عقد اليوم مكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات لقاء تواصليا مع مختلف التمثيليات المهنية قصد دراسة الإجراءات والصعوبات التي يتضمنها العمل بهذا النظام. تفاصيل الأوفى في ربورتاج محمد القند ومصطفى السعدوني. يأتي هذا اللقاء التواصلي الذي يعقده مكتب جامعة الغرف المهنية للتجارة والصناعة والخدمات مع ممثل الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية للتجار قصد دراسة إجراء تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على التجار والمهنيين المتضمنة في المادة 145 من مدونة الضرائب لسنة 2019. مادة 145 اللي اليوم كتفرض على التجار إجراءات اللي التاجر ما مستعدش ليها، خصنا ندرسوا الإلغاء ديالها. المادة 181 قانون المالية مدونة الضرائب كذلك خصنا نقترحوا أن تكون الإلغاء ديالها، على رأي تما تكون واحد الوقت ديال التفكير وديال الحوار مع الفئات كلها. يأتي هذا اللقاء التشاوري قبيل الاجتماع المقرر عقده بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وممثل التجار وممثل الإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة. ظل هذه الإكراهات كلها نحاول اليوم بمعية جل المهنيين أو جل النقابات وجل المنظمات المهنية اللي تحت لواء الغرف المهنية باش نخرجوا بقرارات وباش نتمنوا عاود اللقاء اللي غيكون مع وزير التجارة والصناعة والخدمات اليوم.
خلاصات هذا الاجتماع ستكون بمثابة ورقة طريق للتحاور وتوضيح كل التساؤلات المرتبطة بهذا الموضوع من أجل اتخاذ القرارات الصائبة بخصوصه. كشف استطاعوا للرأي للمكتب الوطني للسلامة الصحية عن أن 67% من المغاربة لا يتأكدون من وجود بيانات العنوان بالنسبة لزيت الزيتون التي يشترونها. فماذا عن باقي المنتوجات؟ في هذا التحقيق لمريم أملال نتوقف عند سلوك المستهلك المغربي خلال اقتنائه لمنتوج معين بسؤال: هل تقرأ بياناته؟ عند اقتناء زيت الزيتون هل تتأكدون من وجود بيانات العنوان؟ سؤال طرحه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على متتبعي صفحته في العالم الأزرق، والجواب 33% نعم و 67% لا. فهل المغاربة حقا لا يكترثون لهذه البيانات؟ كتشوف تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية ديالو، وخاصة الإنسان اللي كيكون يعاني بشي مرض هو اللي كيشوف مكونات كيشوف بتدقيق، مثلا كيشوف واحد المادة منوعة عليه. أهم شيء أنا عندي بالنسبة لي هو لادات، كنشوف لادات واش قريب واش بعيد، واش بيريمي والصالحة، واش هادو المكونات. بصراحة ما كنشوفش، تنشوف المنتوج ومدة الصلاحية والثمن. بيانات إلزامية يجب أن تتوفر في كل منتج: تاريخ مدة صلاحية الدنيا، شروط الحفظ، المكونات واسم وعنوان المنتج أو المستورد، ورقم الترخيص الصحي. بيانات الاطلاع عليها يحمي صحة المستهلك. مريض السكري خصو يعرف بأن هذاك الشيء اللي غادي ياخذه ما فيهش السكر. ملي كنكتبوا سون سكر راه هي ما كتجاوز 0.5 غرام ل 100 غرام داليما. لا ميم شوز بالنسبه للناس اللي عندهم مرض الضغط. مرض الضغط خاص ياخذوا اللي ما فيهش الملح. كاينين امراض اللي بلو سبيسيفيك من هادو، اللي عندهم لافينيل سيتونيوري باغ اكزومبل خاص ما تكونش فيه لافينيلالانين. هادي المريض كيكون عارف راسو بان هاد البرودوي هذا ما خصوش ياخذو، دونك ملي غادي يجي ياكلو خاصو يقرا بان فيه ولا ما فيهش. كالناس اللي مريضه اللي عندها الحساسيه للغلوتين، هي إذن معلومات مكتوبة قد تكون كذلك على شكل رموز أو صور ورسوم، قد تبدو بسيطة لكن الإطلاع عليها قد يقيك من عدة مشاكل صحية. في شأن تعليمي، من أجل الالتحاق بقاعة الدرس على أطفال 4 دواوير بإقليم ميدلز قطع مسافة بعيدة وفي ظروف تتسم بصعوبة المسالك وبرودة الطقس، هي أسباب مباشرة وراء ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، إلا أن الوضع تغير كثيرا بعد إحداث المدرسة الجماعتية بأنفكم. عبصمت عام. بعد 5 سنوات على افتتاح المدرسة الجماعاتية بأنفكو، طفرة نوعية في محاربة الهدر المدرسي من خلال محاربة أسبابه والاستفادة من باقي برامج الدعم الاجتماعي. عمر ديالي 15 عام 5 سنين وأنا كنقرا هنا، كنقرا هذا العام في الثالثة، وشحال هذه ما كانوش البنات بحالي كيوصلوا لهذا اللاج. جيت من قرية ترغيت، جيت لهنا نقرا وجا عدد كبير من قرية ترغيت، كما جا تا من قرية غدوين تا من قرية أغدو. ترغيت اللي كتبعد في 9.5 كيلومتر كنبقاو هنا في الداخلية 2 سيمانات. المدرسة تم تطويرها منذ سنتين لتشمل السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، ويدرس بها الآن 232 تلميذا نصفهم إناث، وقد عممت خلال هذا الموسم منحة الداخلية على جميع الوافدين تشجيعا على استمرار الدراسة، وضع استفادت منه الفتاة القروية. كانوا إلى كانت القراية كيدخلوا غير الدراري، أما البنات كيقولوا البلاصة الحقيقية هي ديال البنت هي البيت، ولكن الحمد لله دابا ولاو سوية هذا الفكر كيتغير بسوية. نسبة الهدر المدرسي 1.52%، في حين أن هذه النسبة قبل إنشاء المؤسسة كانت تتجاوز 30%، وهذا راجع إلى برامج الدعم الاجتماعي، حيث أن بالنسبة لهذا الموسم الدراسي الحالي تم تعميم منحة الداخلية على جميع التلاميذ الجدد. وبنفس الإقليم ميدلتس تفتح مدرسة جماعاتية ثانية أبوابها بداية السنة الدراسية القادمة، وبرمجت 3 من هذه المركبات التربوية المندمجة لسنتي 2019 و2020. لن نبقى في نفس المجال، وقفة احتجاجية نظمها اليوم أباء وأولياء أمور تلاميذ التعليم الفرنسي من أجل المطالبة بالتخلي عن قرار رفع رسوم التسجيل بالجامعات بالنسبة للطلبة الأجانب، حيث سيكون عليهم
دفعوا أكثر من 2700 يورو بالنسبة للإجازة وأكثر من 3000 يورو بالنسبة للماستر والدكتوراه. جليلة بن فتان وعبد الرحمن بوحديوي. أمام ثانوية اليوطي صباح هذا اليوم وقفة احتجاجية للتلاميذ وأوليائهم بعد الزيادة الصاروخية التي أقرتها باريس في رسوم التسجيل على الطلبة الأجانب الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعة الفرنسية، وذلك اعتبارا من الموسم الجامعي القادم، زيادة اعتبرها التلاميذ ستحد من طموحاتهم وتهدد مستقبلهم. نحن كتلاميذ مغاربة غير فرنسيين نشعر بالحسرة والأسى بسبب ارتفاع أسعار التعليم العالي بفرنسا. بالنسبة للطلبة غير الفرنسيين هذا الارتفاع سيقصي الطبقة المتوسطة، وهذا يتنافى مع مبادئ الدولة الفرنسية: حرية، مساواة، أخوة. هي رسوم صنفت بالمرتفعة جدا تجاوزت 1000%، فللحصول على شهادة الإجازة يلزم الطالب أداء 2770 يورو سنويا بدل 170 يورو، وشهادة الماستر ستنتقل من 243 يورو سنويا إلى 3770 يورو، أما سلك الدكتوراه سيصبح فيه التسجيل ب 3770 عوض 380. نحن نشارك بهذه الوقفة اليوم لبعث رسالة إلى الحكومة الفرنسية ضد القرارات التي اتخذتها لزيادة في رسوم التسجيل بالجامعات الفرنسية. الأمر يتعلق بأبنائنا وكذلك المغاربة والأجانب غير الفرنسيين. ويبقى تبرير فرنسا برفع هذه الرسوم الغير مقنعة في نظر الكثيرين بسعيها إلى جذب واستقطاب أكبر عدد للطلبة الدوليين في أفق سنة 2027. للإشارة يشكل طلب المغاربة أول جالية طلابية تدرس بفرنسا، إذ يتجاوز عددهم 38,000 طالب وطالبة حسب إحصائيات الوكالة الفرنسية للتعليم العالي. الدراجة الهوائية أسهل وسيلة نقل وأكثرها فائدة بالنسبة لصحة الإنسان والبيئة. على هذا الأساس جاءت مبادرة نحو 80 شابا ركبوا دراجتهم الهوائية وجالوا مدينة الدخلة ليحطوا الرحال بشاطئها لتنظيفه. زكريا عيسى عبد المجيد وزهير هينان. مبادرة رياضية بطعم بيئي، قافلة للدراجات الهوائية جابت مختلف شواطئ الدخلة في حملة نظافة تستهدف تنقية فضاءات المدينة وترسيخ قيم المواطنة خصوصا لدى فئة الأطفال والشباب. جينا اليوم باش نحتيو على استعمالات الدراجات الهوائية وعدم استعمالات السيارات اللي كتنبعث غذاء سامة وكتساهم في تلوث الجو، وقمنا احنا بهذه المبادرة وجينا نقوموا بواحد الحملة ديال النظافة للشاطئ كما كتشوفوا. القافلة التي انطلقت من مركز المدينة في اتجاه ثلاث شواطئ يرتادها المصطفون عرفت مشاركة حوالي 80 شابا ساهموا في جمع النفايات وتحسيس المرتادين بأهمية الحفاظ على البيئة. كما شفتوا معنا هنا درنا حملة نظافة في شاطئ أم البير، وأيضا هي حملة تبعوية وتحسيسية اللي كيشاركوا فيها منخرطين وشباب يعني من 15 عام حتى الفوق. عدد المشاركين لهذه القافلة وصل 80 مشارك، حملات نظافة واسعة وكذلك للتحسيس. من خلال هذه القافلة كنسعوا يعني لترسيخ الثقافة البيئية وتشجيع الشباب على الرياضة. القافلة البيئية مفتاح لترسيخ قيم المواطنة هو شعار هذه المبادرة في نسختها الرابعة. هي تقليد سنوي تنظمه فعاليات المجتمع المدني بالداخل للفت الانتباه إلى الهشاشة الأيكولوجية التي تعرفها بعض مناطق المدينة. ونختم النشرة بالفن واحتفالات السنة الأمازيغية مع أمسية ثقافية احتضنتها مدينة ورزازات، تم خلالها تكريم وجوه بارزة في الموسيقى والتمثيل والعمل الجمعوي بالمنطقة. ننقل لكم الأجواء في روبورتاج زهاب عزيزي والحسن بالعلي. رقصة تزويت أو النحلة أول ما افتتحت به هذه الأمسية الثقافية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية. جمهور غفير حضر هذا الموعد الذي تميز بتكريم وجوه أعطت الكثير في الموسيقى والتمثيل والعمل الجمعوي. جاية الدور مقون تقالص المكرمات غصد قلعة مكونة، فرحة بزاف اللي غيستضافنا تمسمونتنا قلعة مكونة للتنمية والثقافة. أردت نتشكر به رأس المناسبة يد النير بمناسبة يعني رأس السنة الأمازيغية وحفل تكريمي باش نكرموا هاد الناس نعطيوهم شي حاجة ونشجعوهم أكثر ولما لا إن شاء الله يستمروا لقدام. والحمد لله يعني عمل يعني ناجح 100% لان كاين بزاف ديال الجمهور، كاين بزاف ديال الطاقات.
وطاقات شابة تحمل مشعل الحفاظ على التراث الأمازيغي توالت على خشبة دار الثقافة بقلعة مقونة في حفل نال إعجاب الحضور. هذا النوع ديال الأنشطة يعرف بالموروث الثقافي الأمازيغي ديال المنطقة، وكيشرفنا أن المنطقة تكون غنية بحال هاد ليزاكتيفيتي ولا هاد الأنشطة، وكنتمنى إن شاء الله تعاود هاد الحركة الثقافية. رد الاعتبار السبيل إلى الرقي شعار هذا الاحتفال الذي نظمته جمعية تيزويت للتنمية وإحياء التراث. بقي إذن أن نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة. بالدار البيضاء سوق الجملة بالتحديد اندلع حريق مهول خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، واحتاج إمكانيات كبيرة للسيطرة عليه. لحسن الحظ لا ضحايا، لكن الخسائر المادية كانت كبيرة، وتظل الأسباب مجهولة لحدود اللحظة. نشرتنا انتهت. يمكنكم الاطلاع على باقي أخبار الوطن والعالم على موقعنا على الإنترنت دوزان.ما أو على تطبيق ماي دوزان. طابت أوقاتكم أينما كنتم.